السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد فحياكم الله اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده من برنامج من نعم الله. اليوم راح نتكلم بارك الله فيكم عن امر يعني نستأنس في شربه ونسعى إليه في البر قبل أن نتكلم عن حليب الأبل أتكلم إن شاء الله اليوم الحلقة عن عن حليب الأبل لكن خلنا نشوف هذا التقرير وإن شاء الله نتواصل بعد التقرير. حليب الابل مشكلته انه يسبب الماغص يعني هو له فوائد كثيره. بالضبط هو حليب الابل خص يعني هو مفيد جدا وافضل حليب حتى افضل من حليب البقر، خاصه يحتوي يعني معادن وفيتامينات كثيره و ويحتوي على نسبه نسبه الماي فيه اكثر من باقي الحليب سواء حليب البقر او حليب الماعز مثلا. فا اكيد يحتوي على كالسيوم عالي ذلك يقوي العظام يعني في كثير والله من فوائد يعني من انت ال... الكبار بالسن اكثرهم يشربون حليب الابل وما شاء الله صحتهم كويسه لحد الان يعني حس انه يمدهم بالقوه وكذا طبعا حليب الابل فوائده كثيره منها يعني باذن الله يشفي من كثير من الامراض خاصه الامراض المستعصيه يعني اتجهوا الان برضو الامراض الان اللي عجز الطب عنها صار حليب الابل له فوائد كثيره بالضبط ما متعودين عليه هذه النقطة انا شيء كثير من يعني الناس يخافوا من يقولون انه ايش يسبب مشاكل هضميه او يسبب اسهال او يسبب مشاكل انا شخصيا شربت الحليب هذا مباشرة يعني من الناقة بدون حتى يعني قلي وكبع معنا يفضل الغلي ومع ذلك ما سبب لي مشاكل انا عارف صديق لي الله يشفي ان شاء الله زوجته ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين كانوا كانت زوجته ايضا تعاني من امراض فيها مرض في الدم فلما باذن الله يعني اتجه لحليب الابل وهذا كان نسبه شفاء عاليه جدا الان يعني افضل من الادويه الحديثه فلها لها دور كبير باذن الله يعني حياكم الله اخواني المشاهدين والمشاهدات في برنامج من نعم الله نتواصل بارك الله فيكم ومثل ما قلنا في بدايه الكلام راح نتكلم عن حليب الابل حليب الابل يعتبر يعني رقم واحد على مستوى الالبان الموجوده على يعني وجه الارض أه الله العلي العظيم ذكر في القران الكريم: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ عاشت الاقوام السابقه على الابل في سفرهم، في اكلهم من لحمه، ايضا في شربهم لحليب الابل. حليب الابل يعتبر يعني من اغنى يعني يعني انا ودي اعبر عن حليب الابل بس مو قادر شو اقول عنه يعني يكفي الله العلي العظيم ذكر في القران الكريم. يعني من اغنى المعادن النفيسه الموجوده في يعني اي حليب اخر تجده في حليب الابل ايضا الفيتامينات ايضا البروتين ايضا في يعني جوهر الحليب بعكس بعض الالبان هو يعني طعمه مستساق تجد في الحليب يعني احيانا تشوف ملوحه احيانا تشوف حلاوه كالعسل على حسب المرعى حليب الابل يعني مثل ما قلت لكم يعتبر رقم واحد على مستوى الالبان قريب جدا لحليب الام وهو مقذوي مغذي يعني تقدر تعيش عليه اشهر طويله ما تحتاج لاي طعام اخر والعرب عاشوا عليه قديما يعني في سفرهم بالاشهر الطويله. طبعا قبل لا اتكلم عندنا الشيخ محمد العزة العارف وهو يعني عميد المعهد العربي للطب النبوي وعلوم الاعشاب وهو عالم في الاعشاب وخبير في الاعشاب والله يطول بعمره ونستفيد منه السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله شيخ محمد مثل ما عرفت نحن نتكلم عن حليب الابل حياك حيا الله تفضل شيخ الله والله هو ينبغي ان نقول حليب النوق يعني علشان اللغه العربيه وانت استاذ وطبعا على وجه العموم اغلب الناس يقولوا حليب الابل على اساس ان هو حليب النوق اصلا يعني الابل لا يؤتى منه بحليب ولكن يؤتى من الناقه الانثى التي خاصه تكون يعني في البدو يعني النوق اللي هي في المزارع العاديه او عند المربين العاديين كابل وخاصه اللي هو في بعيد عن الصحراء وبعيد عن البدو ما منها جدوى فاعله لكن لابد ان تكون ناقه عربيه كالشاه العربيه في الحديث المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بان يذهبوا اناس أه قد اصيبوا بالاستسقاء قد يذهبوا الى ابل الصدقه لانها طبعا ابل الصدقه تسرح في الصحاري يعني والوديان فتأكل من الأعشاب الطبية فيكون ثمرتها خلاصة هذه الأعشاب الطبية ونحن نعلم أن أصلا الحليب يأتي من الدم هنا. بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين والإبل خاصة أفلا إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت ليست كخلق أي كائن حي على وجه البسيطة هنا. الإبل خلقت من الجن والجن <الجن> خلق من النار كما جاء في الحديث الصحيح <الأه> كما نقول خلقت ناقة صالح من صخرة في قوم صالح في اللي تعتبر صلالة الآن نعم. <الأه> آه فإذا هنا السر العظيم في حليب الإبل كما تفضلت أنه حليب متميز ويستخدم طبيا في أمراض كثيرة خاصة <الأه> الأمراض المناعية والأمراض التي يعني تكون بسبب فيروسات اي نعم طبعا من الأعجاز العلم البديع ان النبي اوصاهم بان يشربوا من ابوالها والبانها اي نعم وطبعا ثبت ان بول الابل في زي ما نقول مثلا بنسلين يعني نستغرب بول الابل البنسلين اصلا من عفن الخبز بنسليم اي فلا نستغرب ان النبي يشير على ابوالها والبانها لان هي اصل اصل الحليب اصله ايه؟ اصله كان دم اي نعم فهنا بديع جهاز الطب النبوي فان النبي يشير على ذلك اي نعم فالحليب الابل ينبغي ان يحرص على شربه إينا. اما فجرا واما مغربا يعني إينا. اول اليوم او اخر اليوم طيب شيخنا عبوح او عبوق طيب شيخنا يقول البدو اي بعض نعم. بعض الناس شيخ بعض الناس يقول نغليه قبل شربه نغليه هل فعلا يحتاج الى غلي ولا نشربه على طول والله انا انا على ما اعرف من البدو انه يشرب من برع الناقه مباشره هنا. وخاصه ان رب العزه والجلال جعل الاعشاب اللي هي بتاكلها هذه النوق اعشاب اصلا مطهره مطهره طيب ومنقيه للدم وبالتالي ما محتاج غلي ولا بستره ولا الكلام ده طيب. فإذا كانت الناقه مريضه اصلا ما تقربش عليها طيب. بستر بستره ولا غير بستره ما تقربش عليها ولا على لحمه ولا حليبه ما مريضه طيب طيب مشكور يا نظيفه وبتاكل من بيئه نظيفه وماء نقي وكويس وبتاكل من البراري والصحاري هينا. يعني من الاعشاب اللي هي ما شاء الله تبارك الله ما في خوف. طيب اشكرك شيخ محمد وما قصرت على هالمعلومه الطيبه وان شاء الله نتلاقى معك قريبا بارك. جدا. مشكور. طيب معنا اتصال من السعوديه ام تركي يا اختي السلام عليكم هلا والله مرحبا وعليكم عليكم السلام عليكم السلام حياك الله تفضل الله ربي يا شيخ الله يعافيك انا عندي بنت عمرها 14 سنه ايوه عندها زياده في الوزن طيب عملت لها يعني تحاليل وكذا اي بس الوزن سبحان الله مش راضي ينزل طيب الدكتور شلون تشخيص الحاله؟ هل هي عندها خلل في الغدد والهرمونات؟ اي عندها خلل طيب عندها مشك... عالجتها طيب عندها مشكله في الغده الدرقيه؟ ايه كسل ام نشاط؟ لا كسل كسل، الحين هي تعافت ولا لسه؟ لا انا اقول لك الحمد لله رب العالمين بس المشكله احنا مشكلتها في الوزن طيب طيب أه شوفي يا اختي أه ما عندها شراهه في الاكل يعني ما تحب تاكل يعني كثير ولا كيف؟ لو والله كيف؟ لا والله تحب تاكل انا امنعها من الشيبس والشوكولاته <applause> ايه هذا المشكله طيب هاي لازم يعني اختي الله يحفظك يعني سوي لها برنامج يعني غذائي ورياضي في نفس الوقت. أه بعطيك ان شاء الله بعض يعني الامور النافعه ان شاء الله بس أه يكون يمك يعني ورقه وقلم عشان تسجلين ما تنسين. ابشر بقول طيب لك حاجه عني الله يعافيك انا. سمي. اسلمت من الشر يا رب. انا عندي الله يعافيك من اول يعني من تقريبا من عشر سنوات كلها حساسيه في الجسم وكذا وتعالج عنها وكذا. زين الان احس جسمي كذا فيه بقع. اثار طيب حساسيه اي نوع من الحساسيه حساسيه العاديه يعني حقت الجسم هذا يعني مثلا اذا اكلت باذنجان كذا مثلا ايوه ايوه انا في في يعني يعني الاكزيما في الصدفيه في دمامل العموم ان شاء الله أبشر بالخير أبشر بالخير الله يجزاك خير شكرا بيحفظك طيب. حياك حي طيب. الله اختي طيب بالنسبه للبنت الله يحفظها انصحك أه أه نبيحين شيء يدر البول يعني السوائل المائية ويحرق الدهون الزايدة اللي عندها البقدونس يعني تأخذين حزمة بقدونس تغسلينها غسل جيد خلينا في قدر مع لتر ماي يغلي بس قلبه قلبتين ثلاث سكري عليه لما يدفي صفيه بعمامة بيضة بغترة بيضة أو ملفع اللي هي الشيلة عشان لو في رمل يمسك الرمل تشرب منه طول اليوم هذه شو بيسوي؟ بيوسع شوي يعني الحالب يخلي الدم عفوا يخلي البول يدر 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 كل ما در بولها راح يسحب سوائل في جسمها الزايده سواء المائيه او الدهنيه، هذه واحد أه البقدونس ما ليس به أه طيب البقدونس ليس له اي ضرر جانبي بالاضافه الى اكل البقدونس يعني السلطه الخضراء يكثر من البقدونس مع الكراث مع احنا نقول عن الكزبرة هذه ممتاز جدا عندك خمسين جرام بذور الكزبرة بذر البقدونس خمسين جرام أيضا يطحنون مع بعض ملعقة متوسطة في كوب مع ماء ساخن لما يدفي لما يدفي حليه بالعسل تشربه بعد صلاة الفجر على الريق هذه جدا جدا ممتاز جدا لها لو اضفنا خل التفاح أي نعم خل التفاح بعد ممتاز جدا. طيب آه القسط الهندي ممتاز لها وهم زين عشان الحساسيه لان عشان نرفع مستوى المناعه عندك اللي هي اصغر ملعقه مثل هذه الملعقه مثل هذه الملعقه حق الشاهي حق السكر آه نصها او كامله القسط الهندي في فنجان مع ماء عادي يشرب الصباح الظهر العصر المغرب والعشاء ايش بيسوي عملية توازن لجميع الغدد والهرمونات وبإذن الله بتيسر أمورها بالنسبة لك انت كحساسية لو خذيتي ورق النيم شجر النيم ذكرنا من كم حلقة آه يغلى الورق ثم لما يبرد آه يعني تخلينا في مرش ترشين على بخاخ عفوا تبخين على البدن او تقتصرين منه هم ممتاز تاكلين العنب لانه منقي الدم، تاكلين الزبيب منقد الدم، الرمان منقي الدم، الزيتون منقد الدم لان هذه مشكله داخل يعني في داخل في البدن، عفوا في الدم، فمن كثر ما احيانا يهرش يهرش يطلع الدم يرتاح. مع الدم نقدر نقول الحجامه في الاخدعين مركاهل كل اسبوعين مره هم ممتاز. مع أن اتصال اختي؟ إيه. السلام محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شلونك الشيخ؟ بخير الله يحفظك بخير أبو إن شاء الله آه. آه حبيت بس آه الشيخ آه أختي آه أختي راحت الدكتور إي آه مرة واحدة ما قدرت طالعة هي كانت يعني مع بنتها بس ما قدرت تمشي مرة واحدة منري لها راحت الدكتور قال لها الدكتور أخذ آه عليها أشعة وكل شيء إيه؟ قال لها هذه عندك شوية احتكاك في الركبة إيه؟ فأعطاها حبوب وكريم لمدة أسبوعين إيه؟ ان شاء الله منعها من ركوب الدرج الا مره واحده في اليوم فقط يعني زين وادي اسبوعين قال لها يعني رجعيني فراحت له ذهبت يعني للدكتور واعطوها ابره في الركبه ابره يسمونها ابره زيتيه اي نعم في الركبه لمده سنه مدتها طيب بعدين الحين اختي مسكينه تحس الم قليل ولا تقدر الله يعزك يا شيخ انها تثني تثني رجلها فما زي. العلاج الله يخليك ان شاء الله انت قبل تروحين خذي رقمي من عند الاخوان أي. وكلميني ان شاء الله بعطيك العلاج أه طيب تاخذين الله يحفظك يعطوها الرقم طيب تاخذين ملفوف إيه؟ ملفوف؟ اي الورق ملفوف مال السلطه الملفوف الكرم اي تاخذين على مقدار يعني الركبه مالتها يعني ثلاث اوراق او رقتين إيه؟ مثلا بس تسلقينهم في الماء الحار سلق بسيط يعني مو وايد يعني مجرد 10 ثواني 15 ثانيه لما تجفي الورقه خلوها على الركبه وحطوا الضغط عليه كل ساعتين اذا ما عندها شغل ما قاعده تروح كل ساعتين يغير الورق، لان الورق الملفوف مهم جدا 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 لتسكين الالام، لتخفيف الالام وحتى على قضاء مشاكل الركبه. ذكرنا عن الموميان، الموميان بعد مهم جدا مقدار حبه الحمص تذاب في حليب دافي ويشرب بعد ممتاز. اللي اقوى من ذي كلهم الحجامه. الحجامه ممتازه جدا لكن قليل جدا يعرف الموضع الصح. ومن كذي قلت لك الرقم عشان اعلمك ويحيمونها ان شاء الله تبشر بالخير. اتصال بعد؟ يلا فرح حياك الله اختي فرح. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب راح؟ راحت. موجودة؟ طيب خلينا نرجع نتكلم عن الحليب الابل. ذكر الشيخ زال الله خير انها ترم وتاكل من أعش الحشائش الصحراء نعم عندنا البابونج هذا البابونج وعندنا الشيح وعندنا الجعدة وعندنا القحوان وعندنا الأذخر عندنا البنفسج عندنا يعني كل الحشائش اللي تطلع أو الزهور اللي تطلع فصل الربيع في البر كلها يرمها ويأكلها الإبل أو, الجم أو الجمال تأكلها كل الخلاصة هذه الأعشاب أو الزهورات اللي إحنا يعني عرضته وراح نعرضها بعد شوي كل هذه الخلاصات الخلاصة عفوا الزهور يعني تكون في حليب الإبل ولذلك هي نافعة لأمراض الكبد يقول ابن القيم عن الاستسقاء أمراض الكبد لما يعني الرهط اشتوى يعني اشتوى جو المدينة عظمت بطونهم وارتهشت أعضائهم الأعضاء الداخلية ف الاستسقاء يعني تكون السوائل المائيه في البطن تطلع بالتدريج، ليه يصير يعني كبير جدا ينتفخ من الماء. يقول ابن القيم عليه رحمه الله، هذا الكلام قبل 900 سنه او 800 سنه، ويكون خاصه يعني آفه خاصه موجوده في الكبد. الآفه شنو الآفه؟ احنا بالعام نتكلم. الآفه اللي هي يكون يعني جرثومه، بكتيريا، فيروس ما يعني فيروس الكبد اي موج... اي يعني التهاب الكبد الوبائي هو كب... يعني فيروس فلما يكون التليف فكل خلاصه هذه الاعشاب في الحليب يقضي على مشاكل الكبد، مع انه اتصال؟ وليد تفضل يا اخوي. السلام عليكم. وليد ظهر أه أه... انا ماري خلل عندكم ضبطوا اموركم طيب. طيب طيب نرجع للحليب الابل حليب الابل مقوي للعظام يعني الكالسيوم هذا الموجود يعني مثل تشوفون تخيلوا اليمن لو صار حادث بينه بين سياره يكسر السياره فعلا يعني الحديد يكسر الحديد من قوته فوجود الكالسيوم وجود الاملاح المعدنيه الممتازه المهمه للبدن وللاعضاء انت اللي تحتاجها ايضا في الحليب في ايضا حديد وهو مقوي للكبد مقوي للطحال مقوي للمراره ايضا في نسبه كبيره من البروتينات والفيتامينات فهو يدخل لحم في الجسم بس ما يدخل شحم فيقضي على السمنه الموجوده بعض الناس يخاف من يقول لي انا اشرب الحليب يجيني اسهال شديد صح احنا نرجع لو مثلا خمسه انفار اشربوا من مله واحده من بريق واحد الخمسه الثلاثه ما صادهم اسهال واثنين صادهم اسهال ما عملنا من حليب واحد من ناقه واحده شو المشكله المشكله انت في بطنك لوجود البكتيريا الضاره البكتيريا الضاره الضاره في بدنك هو يطرد هو في يعني يطرد السموم والبكتيريا الضاره من البدن أه وليد على الهاتف السلام عليكم يلا أه الله. أه يوسف أه يوسف يا هلا كيف حالك يا اخي؟ <Bond> حياك الله حبيبي. سم. الله يبارك فيك يا اخي بالنسبه حق ابوال الابل او البنوك يعني ايه ايه ما شنو الجرعه اللي تنخذ حق السمنه؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني هل هي كاس واحد فينيال ما هي الجرعات احنا بنعرف الجرعات اللي نقدر ناخذها ان شاء الله ان شاء الله والله يبارك فيك ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله اسمعني بارك الله فيك اسمعني الله بارك الله فيك، في يعني شوف ما في أحسن من أهل الإبل يعني البدو العرب الموجودين يعطوننا أكثر من غيرنا لأن هم عايشين مع الإبل طيب في ناس يقول لك خذ لك كاس في ناس يقول لك حط لك كاسين شوف إذا أنت تقدر تشربه من أولي أول صبة البول هذا ممتاز لا بيكون في ريحه ولا شيء، لكن لو لك في قاروره بتخليها في البيت ثلاثة أيام بطي بيطي البيت من الريحه ويستكره المريض انه يشربه. لكن احنا نقدر نقول مقدار فنجان أو بياله مع اللتر ممتاز جدا. ما تحصل انك تاخذ البول خلك على الحليب باذن الله فيه الخير الدكتوره فاتن خورشيد اعتقد اي نعم في المملكه العربيه السعوديه اجرت بحوث وعالجت سرطان يعني الرئه اعتقد او الدماغ من حليب الابل فتقدر تاخذ انت مقدار فنجان القهوه او البيالة الشاهي او الشاي بول ابل مع لتر الحليب يوميا باذن الله راح يعني تكون الجرعه مناسبه طيب البابونج والجعدة والشيح كل هذه النباتات الزهور الزهورات البرية الخلاصة اللي فيها كلها في حليب الأبن طيب أتوقع وصلنا لنهاية الحلقة طيب يلا طيب خير إن شاء الله هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نشوفكم باكر في موضوع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته